في الجزائر كلش طايح، السروال طايح، الدينار طايح، القدر طايح، الريزو طايح، الارواح طايحه، الحب طايح، كاين غير السكر والدم ديما طالعين. تقريبا انا بكل صراحه ما شفتوش منتخب واو. لم يظهر شيء الكثير لحد الان يعني. شفت يعني المنتخب المغربي، المنتخب المغربي يعني ما عندوش مستوى يعني عالي كبير مقارنة بالسنغال ولا كونغو. اللهم كثر الحساد، انا لان كثرة الحساد ثاني كثرة المنتزعات والخيرات، اما من لا يملك شيئا فليس له ما يحسد عليه. هو منتخب يعني في نفس المستوى في المنتخب تاعنا، خاصة يعني في القوة البدنية ولا مورفولوجيا اللاعبين في نفس يعني المستوى. هو منتخب يعني في نيل تاعنا يعني نقدروا نربحوا يعني عليه فاسيل ما حكيم. من جديد والحارس ويلو، والمنتخب المغربي يتمكن من التسجيل. الزهواني يسجل ويؤهل المنتخب المغربي. انهيار وجنون الإعلام الجزائري بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب المالي وتأهله إلى نهائي كأس إفريقيا للناشئين، شاهد ماذا حدث. الجمهور يجو يشجع مالي من تريك الدك احمد غالي اللي جالسين في الشمس في الثلث الخالي. في الفينال جيبوا العسكر يشجع ولابس توني حيت القشع غيكون في منصه ومريحهم ستوني. اللي تكنيك راه تكنيك صاغ نتاعكم بين دخلتي ولا كور دو درا الساحه نتاع الناس الكبار والساحه نتاع الانسان من تدخل للساحه الكبار عند المقومات نتاعها. انا ما بغيبش كده انت، انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. للاسف المنتخب المغربي يلقى صعوبة في تسجيل الهدف الرابع. وبعد هذا الشيء كامل بداو كيعترفوا بينا. السلام عليكم. بعدا اليوم غتشوفوا فيديوهات اللي غيعجبكم بزاف، كملوا فيديو حتى الاخر وغنتلاقاو ان شاء الله في الاخر. غيعجبكم هالفيديوهات، غي القلب ديالك غيتفتح، القلب ديالك غيفرح، واخا راك الهموم على راسك ولكن فوقاش غتشوف هذا الفيديو هذا غتفرح 100%. كل اولا بكل روح رياضيه اهنئ الفريق المغربي على التاهل الى النصف النهائي والتاهل خاصه الى مونديال. المغرب راهي في المستوى العالي، السنغال راهي في المستوى العالي، السنغال كاليفي كوب دي موند شامبيون دافريك توت كاتيجوري شامبيون. المغرب تدي لك تروح كاليفي اون كوب دي موند دومي فينال، الدراري تاعهم يربحوك بثلاثه وحنا واقيلا صايم واحد سمين واحد شرب بالماء واقيلا اربعه ونص اذن بركه وانا ما هاد السينما ناسي الزوهي شوي اللي ما يروحش الدوله تقول له يحبس. اليوم في هذا لو ريتم دون 5 اون تتولي والو لالجيري ان دوفيان والو زيرو، لان بالخدمه هذه وهادو المالي توب، بيركينا توب، المغرب توب، السنغال توب، وسون بارلي دي زوطرا نيجيريا. يخلوك اختو كيفاش يخلوك تيبوتي هما، يخلوك تبغيهم سي محمد، يخليك تبغيهم، يخلوك هكا تتبعهم. ما كاش اخويا يا خويا رايحين خاسري، انا قلت خسروا انا والله باش شفتوا لي بيناتي قلبني الحمار من راسي 3-1 راح شيخ غارديا فانيك طه يا طه، يعني اسمك محطوط في كتاب تاع الستين، اسمك مشان يقول لك اسم طه باش الناس تعرف، اسم طه محطوط في كتاب تاع الستين ونقولها لك ونعاودها لك، راه نقولها لكم ونعاودها لكم والله العظيم. يا المنتخب يا المنتخبات المغربية والناس اللي هم يخدموا عندهم نية كبيرة 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 وعندهم صدق 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 يعني كبير، عندهم صدق كبير الناس. والله ما بقينا فاهمين والو، خوتنا المرار كلاعبين دومي فينال في لاكوب دافريك والجمهور كاع ما جاي سيبورتي، والله اودي عيب وعار، والله ما بقينا فاهمين والو بالله، ما فهمناش فين غادينا معاكم عمي تبون، ولكن كما كيقولوا حنا حاضينكم وربي عاطيكم،
الله معكم خوتي مراك، الله معكم. او تاش القذار هذا هو، والمغرب كله مشى لكاس العالم يا حاضين تيطيروا، والمنتخب ديال الدراري الكبار مشاو لقطر، منتخب الدراري الصغار غلب البارح الدرجات الكبار مشاو لكاس العالم استراليا، الدرجات الصغار حتى هما الكره ديال الصالات حتى هما مشاو. والله العظيم لا بقى لنا غير المنتخب ديال رامي الجولة مشاو كاملين. هاد السبع الصغير كياكل وكيستمتع بالتفاحه ديالو، ضامن الربح 100%. نعرف المغرب قليلا ويعرفوننا كثيرا، ده كان تصريح كوليبالي مدرب منتخب مالي تحت 17 سنة قبل لقاء بكرة. كوليبالي بيقول احنا ما نعرفهمش انما هم اكيد يعرفون. ما تقلقش انت مستعجل ليه، هتعرفهم بكرة، هتفضل تعرف فيهم لحد ما تقول ربنا على المفتر يا جدعان. انت ويلو المنتخب المغربي يتمكن من التسجيل، الزهواني يسجل ويؤهل المنتخب المغربي. اللي عينه هتيجي على الفيديو ده لو مغربي يرفع راسه لفوق ويقول انا مغربي، ولو اي دولة تانية من الوطن العربي يشكر ربنا ويبوس ايده ووشه وظهر ان شعب زي شعب المغرب في وطننا العربي. فرحة كبيرة، عمرني بكيس على كورة، الحمد لله النهار هذا لا منحس بكيس والله يتبكيس، الحمد لله فرحة كبيرة. كنشكر الشعب المغربي الدعوي ديالهم، رضات الوالدين تاهي الحمد لله، وان شاء الله دابا نرتاحوا ونتقاتلوا ان شاء الله باش نكونوا مزيانين ان شاء الله في لافينال، ان شاء الله باش لاكوب نديوها معنا المغرب يا ربي ان شاء الله. وصلنا الى نهايه الفيديو، اللي عجبو الفيديو ولا بغى نهضروا على شي موضوع اخليوا لي التعاليق، ما تنساوناش بالاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله. عشمارلو افتح الطريق يا ابن عشان اللي قيدهم داخل. يا ارض تهدي ما عليك جدي، وطالما انا معدي يبقى انت لازم تهدي.